نعم من ملعب الفوسفات من مدينة خريبكا في انتظار انطلاقات واحدة من اللقاءات المهمة برسم الجولة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية، مباراة المتناقضات بين أولمبيك خريبكا وضيف فريق الرجاء الرياضي، مباراة سيدخلها الفريقان معا بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار، سواء بالنسبة للفريق المحلي فريق الأوسيكا الذي يطمح من أجل استغلال معطى الميدان والبحث عن انتصار يمكنه من تسلق سلم الترتيب، والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز ما قبل الأخير. وبذلك الأوسيكا من أصل 16 مقابل 4 انتصارات 6 تعادلات و6 هزائم يطمح للعودة لسكة النتائج الإيجابية، ارتبط بتاريخ وبقيمة وباسم واحدا من الفرق المحترمة. هذه الكرة مرمية، فرصة رجوية، فرصة للرجاء الرياضي، خروج الحارس محمد فردي. إذن أولى الكرات التي تكتسي طبع الخطورة، محاولة من أجل استغلال من جانب كأيمن، محاولة فرصة العرضية على المقص، فرصة قد تكتسي طبع الخطورة، كابيرو سيكانيانغ، كابيرو البحث عن التسديد، فرصة خطيرة خريبكية، محاولة من أجل تسديد الكرة من كابيلو سيكانيانغ، نسل عبر الطرف الأيسر، ربما يمكن أن نقول لأنه تأخر في اتخاذ القرار المناسب وذلك فوت الفرصة في ظل التغطية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. كرة عبر وسط الباجة، كرة بينية في اتجاه المرابط، تنسيل المرابط، مرابط باحث عن العرضية لكن تديك الأخيرة من جانب الدفاع، كرة الرجاء اليمنى النهيري، استلام من جانب البحث عن التسديد أيتم الباجة، عرضية زاحفة لتشكل الخطورة على مرمى الحارس. أوسيكا هذه الكرات التي يتمنى فريق أولمبيك خريبكا، فرصة ربعتين العرضية، فرصة خطيرة، جول ومن غيره الخطير كابيلو سيكانيانغ يفاجئ دفاع وحارس مرمى الرجاء الرياضي بهدف في حدود الدقيقة 14، انسلال من الطرف الأيسر بعد خطأ كان من الربيع، بينية فرصة كرة بينية جميلة، وهذا المرة خروج الحارس أمير الحداد الرجاء الرياضي يريد أن يستثمر ذلك الآن فريق أولمبيك خريبكا في ظل مجموعة من الحركات. سليمان زريدة محاولة إبعاد الكرة يوصل على إثر ذلك لاعب فريق الرجاء الرياضي، الرجاء الرياضي يريد أن العرضية باش التوغل باش لفائدة النهيري، محاولة تسديد الكرة لكن تسديد ذلك الأوسيكا تغادر الكرة والحكم يعلن عن مخالفة للرجاء الرياضي من جانب المرابط. العرضية ربعت عن القائمة الثاني، فرصة راسية، خروج جميل وموفق من طرف محمد فرني، متابعة جيدة، كرة لعبت للحارس سمير الحداوي، ماذا يفعل أمير؟ يلعب بالنار أمير الحداوي، قطع آخر، فرصة خطيرة، هدف ثاني، فرصة الهدف الثاني للأوسيكا، كرة طويلة أمامية للسلام البحث عن التقدم، الحكم يشير بمخالفة لفتاة فريق الرجاء الرياضي، إذا مخالفة الرجاء الرياضي، محمد النيري التسديدة تستطيع بحيث الصد، متابعة تسديدة مرة ثانية بدون عنوان، ارتباك من جانب دفاع فريق أولمبيك خريبكا، وفي آخر المطاف فرصة رجوية، فرصة الباجة باحث عن المراوغة، لكن بعد ذلك الحكم يرفع الرايه بوجود التسلل. يوم الحفاري تمريرة، فرصة خريبكية، فرصة المعتني التسديد، تسديدة، فرصة جميلة لفريق الأوسيكا، تسديدة يمين يا مقوسة، يورا بشيء تمرية، ملعب التقدم من جرى راسل الأوسيكا، فرصة الثاني، تومي سينغ، أوري بونيه لم يستغير الأجل جالي بلانسيرة بنجدية، فرصة فرصة، والحكم ماذا يقول؟ مطالب بركلة جزاء من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي، هو الانسلال بالنسبة للبديل كوني داري الشامي، هشام يقول ركلة جزاء لفريق الرجاء الرياضي، متولي السددة، جول محسن متولي يعدل النتيجة للرجاء الرياضي في حدود الدقيقة 52 من نقطة الجزاء بعد التغييرين من جانب مارك، رغبة كبيرة من أجل زيارة الشباك، فرصة ثانية، متولي العرضية المعتادة الراسية، جول الرجاء.
نفى فريق الرجاء البيضاوي الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بخصوص إقالة المدرب مارك فيلموتس اليوم الأحد. وتم تداول بيان يحمل اسم إدارة الرجاء وشعاره يؤكد فيه النادي الانفصال عن المدرب فيلموتس بطريقة ودية. عكس ذلك فإن المدرب البلجيكي يواصل مهمته مع الرجاء دون مشاكل، ومجلس الإدارة يضع ثقته فيه. وفاز الرجاء أمس على أمازول الجنوب إفريقي 1-0 في الجولة الأولى بدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا.